تكمن أهمية الطابق الثاني بأنه يضيف مساحة أخرى للمسجد لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، خاصة عندما لا يتسع الطابق الأول للمصلين. ويحتوي هذا الطابق على مركز لتحفيظ القرآن الكريم يضم العديد من الحلقات، ويعتبر هذا المركز نواة يؤسس لجيل يتربى على موائد القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لعلوم السيرة النبوية والفقه والعقيدة والتاريخ الإسلامي وغيرها. كما ويحتوي الطابق على منافع خاصة من به دورات المياه ومتوضأ صغير. ونظرا لمكانة المسجد وأهميته، والذي سيكون معلما وصرحا إسلاميا كبيرا، فإنه من المتوقع أن يؤمه الآلاف من الناس، ولذلك تم تخصيص الناحية الجنوبية لتكون موقفا للسيارات.